مرحبا، هل مسموح انكم تاخذوا فري ميل خلال تبعكم للدايت؟ هل هذا الشيء ممكن ياثر على النتيجه اللي انتم حابين تشوفوها؟ هل هذا الشيء ممكن ياثر سلبيا على خساره الوزن؟ اولا بالنسبه للفري ميل رح اعطيكم اكزامبل حتى توضح الامور اكثر قدامكم. اذا انتم بتاخذوا دايت 1500 كالوري بالنهار وانتم بتحرقوا دجاج 2000 كالوري بالنهار، سو انتم عم تاخذوا 1500 اقل مما انتم بتحرقوا، سو اكيد انتم حتكونوا عم تضعفوا. ولكن اذا انتم كنتوا عم تاخذوا خلال الاسبوع، يعني اخذتوا 2 3 4 5 جمعه سبت دايت بيحتوي على 1500 كالوري، يعني انتم كنتوا عم تلتزموا مظبوط بالدايت، ولكن نهار الاحد حبيتوا تاخذوا وجبه زياده، حبيتوا تاخذوا يمكن وجبه بتحتوي على سعرات حراريه اكثر، لنعتبر انكم اخذتوا 700 كالوري زياده عن 1500 كالوري. اوكي، سو انتم اوتوتال اخذتوا 2200 كالوري، يعني 1500 زائد 700 كالوري، وانتم دجا قد بتحرقوا 2000 كالوري. سو حتى نعمل الموين او الافريج خلال هذا الاسبوع كله، انتم فعليا حتكونوا عم تاخذوا 1600 كالوري، يعني بعدكم عم تاخذوا اقل من 2000 كالوري، يعني اكيد حتضلوا عم تضعفوا. سو الفكره اللي حابه اوصلكم اياها انه نتيجه الدايت ما بتوقف على وجبه واحده، ما بتوقف على لوح شوكولا، ما بتوقف على قطعه حلو صغيره، ولكن امتى بيكون الفري ميل منه مناسب للشخص هو عم يعمل دايت؟ لما الشخص يمرق فري ميل ويعتبر انه خلص نهاره خلص، نهاره انتزع، فحيرجع يتعشى مثل ما بده، حيمرق سناكس اللي بيحبه مثل ما بده، ما خصهم بالدايت، بيرجع ممكن يقول خلص حكفي لاخر الاسبوع، برجع بلش من التنين، لا ارجع اروح عند دايتيشن برجع ببلش. هيدي الطريقه اللي عم تتبعوها هي اللي عم تخرب الدايت، مش وجبه واحده صغيره بتخرب الدايت او بتاثر على وزنكم. سو كثير مهم انه تكونوا واعيين، تنتبهوا للكونتيتي اللي عم تاكلوها، تجربوا تكونوا فلكسبل وتكونوا بالعكس، يعني انتم عم تتبعوا دايت اذا حبيتوا تمرقوا اي شيء صغير ما في مشكلة، ولكن ترجعوا تنتبهوا انه تعملوا كنترول على نهاركم، على الكونتيتي، على الكاليتي اللي حتكون من بعد هيدا الفريم.